أخذت بعض مؤسسات الدولة أسماء بعض الشخصيات الذين قدموا تضحيات كبيرة لصالح الوطن والمواطنين، ومن ضمن هذه الشخصيات الوطنية الشهيد الراحل حسن جموزة الذي سمي مطار إنجمينا الدولي باسمه. حول أهمية دور الشخصية الوطنية فقد أعد لنا زميل سعيد أحمد حسن هذا التقرير. عرف التشاب بشجاعة وكرم وسخاء أبنائها، وهذه الصفات تعتبر المقاييس التي بها يقيم الرجال في هذا البلد، ومنهم رجال خلدهم التاريخ، وأحد هؤلاء الرجال هو أسد الصحراء الراحل حسن جاموس الذي ترك وراءه ذكريات يتخللها الحزن والفرح. الإنسان ده كان عيشته في الدنيا لازم تموت، لكن مات بالشرف. قبل كل جاب الشرف للتشاد، وأخيرا كل جاب الشرف للتشاد. وقد في تشاد ذات ما قارين كثير وقت هنمن ميدا هوزل في وقد ذات ما عنده سيغرغاسيون يقولوا سيغرغاسيون بالعرب يقولوا تفرق ما عنده انت تشادي تشادي ماو. ولد حسن جاموس في قرية التالية بمركز إداري هربا عام 1956، وقد درس مرحلتي الابتدائية والإعدادية بكل من هربا، بلتين، أبشا، لينتقل بعدها إلى المعهد الزراعي ببيلي لدراسة العلوم والتقنيات الزراعية. من 83 لحد 89 ده كلهم قاعدين معنا سوا، والحسب أنا وحسب شغل شعرته فوق الراجل هو أمر كريم، وراجل يدور يحب العدالة، وراجل ما عنده يعني معروف ما عنده كبرياء، وراجل ديني. تقلد الراحل حسن جاموس مناصب عدة في فترة وجيزة، وذلك نظرا لإخلاصه وتفانيه في حب الوطن والعمل الدؤوب، فقد عين وزيرا للوظيفة العامة في العام 1984، ومنها وزيرا للأشغال العامة في العام 1986، وقد صار قائدا للجيش في العام 1986 إلى العام 1989، وقد سجل الراحل بطولات في ميادين الحرب، وقد أذهل دول الجوار بحنكته التكتيكية العسكرية، وحرب وادي دوم خير شاهد على ذلك، وهو واحد من القادات الذين وقفوا ضد الدكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان. ونظرا لسيرته المحمودة أخذت بعض المؤسسات بالدولة اسم الراحل حسن جاموس، ومنها ساحة الاحتفالات الشعبية بآتيا ومطار جمينا الدولي ومعسكر الجيش بحارة بلولو. سابقا حسن جاموس عاش رجلا سخيا كريما محبا لوطنه، واستشهد بطلا في عام 1989. حسن ده لي انا ما بس زوج، هذا اخي، هذا صديق، هذا يعني بير على اسراري كلها، حياته يخطط في كيف يخدم وطن وكيف يخدم الشعب التشادي لو يكون في جثته.